صرخات الأطفال وضحكاتهم حاضرة في هذا المكان الذي يقصده الناس لقضاء أوقات ممتعة ومسلية في المدينة الرياضية ذات الموقع المتميز في اللاذقية، والتي تعتبر قطاعاً هاماً من القطاعات الخدمية. والله تقريباً كل جمعة إنا جاية، يعني منغير جو، يعني مثل إذا حديقة أو يا غابة بتحسيها هي، يعني القعدة حلوة كتير هون، حلوة القعدة، منغير جو ونتسلى، واليوم الجو حلو بس هيك، وإنه قريبة على البلد، يعني ما إنه من بعد، ونجيب الأولاد بيتسلوا بيلعبوا. طلعنا هيك روحنا عن نفسنا، طلعنا جو حلو اليوم بجنة، بنبسطوا الأولاد شوي، بكزدروا شوي، يعني بيغيروا جو أقل ما يمكن. بنلعب وبنتسلى وبننبسط كتير. أنت ومين جاي؟ أنا وأهلي وولاد خالتي. فيها مساحة وحلوة وبنلعب فيها تنس أو طابة. لعبنا إيطا مع فطاتي الأول. قريبة يعني ضمن البلد ومشوار قصير. هون الجو حلو، مكان واسع، كل جمعة بنجي بنلعب. والله هيك هوايات نضاف ومشوار حلو يعني. بنجي بنلعب طابة. انتو دائما بتجوا لهون؟ يعني أحيانا كل جمعة. جو حلو وكبيرة وبنبسطوا الأولاد فيها بيلعبوا طابة وهالشغلات هيدي. كل جمعة نشكر الله، قعدة حلوة ونظافة وخضار. مشوار والله جينا، كان الجو كتير حلو، شمس، قلنا بنتسلى. يوم عطلة الواحد بيطلع هيك بيتسلى، بياخذ الأولاد بيلعبوا بيتسلوا يعني. رقدت ولعبت مزبوط كتير كتير. قعدنا وانبسطنا وتسايرنا وشينا بهالشمس الحلوة. انبسطنا كتير، الأجواء حلوة وكلها أجواء عائلية، والأولاد لعبوا وانبسطوا بالطابة. منجي لهون منلعب، منعمل نشاطات كتير، يعني في كتير حلو هيك طبيعة وكتير حلو يعني منظر. اتساع المدينة الرياضية وجمالها جعلها رئة للمدينة ومكانا للاستراحة والاستجمام في الهواء الطلق، والمقصد الأكثر ازدحاما في أيام العطل.